هل هذه الأمور الأربعة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الكحل والخاتم وتطويل الشعر ولبس الثوب إلى أنصاف الساقين؟ نعم، هذه من أحكام اللباس، هذه من أحكام اللباس. النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم، فيباح لبس الخاتم، ما هو بسنة، مباح، يباح لك تلبس خاتم من غير الذهب. والثوب يكون إلى الكعب على حسب عادة البلد، فإن كان البلد يلبسون إلى نصف الساق تلبس مثلهم، كانوا يلبسون إلى الكعب تلبس مثلهم، ولا تخالفهم وتكون شهرة بينهم. وش غيره؟ تطويل الشعر. الشعر إذا كان القصد منه الحاجة إليه، يظلل راسك وتجمل به وتعتني به وتنظفه، هذا طيب لا بأس به. أما إذا كان تغذيه على صفة ما يفعله الغربيون وتقلد الغربيين في شعورهم، هذا لا يجوز. نعم. وكذلك إذا كنت تريد أن الشعر تغذي الشعر، تراجع السنة، عمل الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يعمل، تعمل مثله. نعم. كذلك وضع الكحل. الكحل هذا طيب، هذا نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمد، وكان يكتحل ليلة بعد ليلة، ما يداوم عليه. نعم.